ازيك يا بشور؟ اهلا ياما. خذي يا حبيبي. يا بنت كبرتي وخرت البنات خرتك. ازيك يا حبيبتي؟ خذي حبيبتي. انا ماما منوره. حمانتك بتحبك، تعالي اقعدي كلي. لا يا اختي انا مش جايه الضايف، انا جايه اتخلى تليفون اخوكي وجايه اكلي معايا. ياما هو انت كل مره تجيبي اكلك معاكي؟ انا حالفه ما اكلش عندك وانت عارفه ليه؟ طب خلاص عشان العيال. ما هي ماما ست بوش واحدة، امال ابويا بيقول عليها بوشين ليه؟ انا بوشين انا؟ ده هو اللي بميت وش. معلش يا ابني خضيتك وانت ما عندكش ذنب. ده ابوك قال كده يا واد يا كذاب؟ ايوه يا ماما وانت اتخانقتي معاه. طب اتنيل كل وانت ساكت. اجيب لك شويه دقه ياما. لا يا اختي جيبيها لنفسك. اتصل بقى يا ابني خلينا غور من هنا. قومي يا بنت انت وهو، قوموا. انا ما عملتش حاجه. ابو تسموه بعد ستكم ما تمشي. يلا لسه محرج عليك الدين انت وعيالك. يما بقى طلعي من دماغك بقى يما. مش قادره ادي عليها عشانك وعشان العيال. اقول ايه؟ هنتفها لفوق هتنزل في عبينا، هنتفها لتحت هتنزل في حجرنا.